الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. إذا لاحظنا تذبذب في أداء مؤشر الدولار لكنه بقي محافظا على مستويات جيدة فوق 96 نقطة، ما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع تحديدا خلال جلسات أمس؟ صباح الخير واهلا بك. مؤشر الدولار او الدولار بشكل عام يتداول حاليا عند اعلى مستوياته في 17 شهر تقريبا، وكل ذلك بسبب توقعات الاسواق بقيام الاحتياط الفدرالي برفع اسعار الفائده في وقت اقرب مما كان متوقع. وحاليا تسعر الاسواق رفع اسعار الفائده في وقت قريب جدا في شهر مارس القادم بحوالي 50%. تعتبر هذه هي الاسباب الرئيسيه او هذا السبب الرئيسي في ارتفاعات الطفيفة في الدولار الأمريكي على الرغم من التداولات الضعيفة نسبيا بسبب موسم العطلات. نعم. كان الاحتياط الفدرالي في 15 ديسمبر أو منتصف الشهر الجاري كان أعلن أنه سينهي برنامج شراء الأصول في مارس القادم. بداية من شهر يناير سيقوم بتقليص حوالي 30 مليار دولار شهريا من المشتريات. فكل هذه الأمور تشير إلى أن الاحتياط الفدرالي قريب جدا من رفع أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه أيضا في اجتماع الأخير أنه قد يكون هناك 3 مرات رفع الفائدة في عام 2022. نعم أستاذ محمد، تحديدا فيما يتعلق بقرارات الفدرال، ألم يكن هنالك تفاعلا مسبقا لدى الأسواق تحديدا سوق العملات مع هذه القرارات وجاءت تأثيرات المتحورة أوميكرون والإغلاقات والحديث وتأثيرها على الأسواق إجمالا؟ يعني في ظل هذه المعطيات جميعا، هل نتوقع الاستمرار في حالة من الارتفاع لمؤشر الدولار مع الاقتراب من رفع أسعار الفائدة؟ بالضبط، يعني البيانات الاقتصادية القادمة ستدعم وستعزز من فكرة ارتفاعات الدولار الأمريكي وستجعل الفدرالي الأمريكي يسير في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة. على سبيل المثال بيانات سوق العمل يعني تقترب من مستويات التوظيف الكامل أو مستويات ما قبل الجائحة، فكل البيانات الاقتصادية القادمة ستكون مؤشر قوي جدا على تحركات الفدرالي خلال عام 2022، وربما نشهد تسعير أكثر لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب إذا رأينا أن مزيد من البيانات الإيجابية خلال الأشهر الأولى من عام 2022. نعم أستاذ محمد، ماذا عن الملاذات الآمنة من العملات؟ نتحدث عن الين الياباني، الفرنك السويسري، لاحظنا هنالك في حالة من الثبات بالرغم من ازدياد المخاطر من المتحورة أوميكرون وتصريحات منظمة الصحة العالمية بالأمس بأنه قد يكون أسرع انتشارا وأكثر ضررا في بعض الأحيان لهذا المتحور، كيف أثر ذلك على الملاذات الآمنة من العملات؟ بالطبع يعني كمتحور أوميكرون عديد من الدراسات تقول أنه أقل وطأة من متحور دلتا الذي كان منتشر قبله، وبالتالي اطمأنت الأسواق إلى حد كبير، وبالتالي شهدت الأسواق بعض التذبذبات سواء مع ارتفاع عدد الإصابات فتتجه الأسواق للملاذات الآمنة، ومع التأكيد على أن المتحور أقل خفة من متحورات سابقة، ولكن القلق من سرعة انتشاره. فاليمين الياباني على سبيل المثال شهدنا ارتفاعه خلال بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن بسبب أن هناك تفاؤل قليلا بارتفاع معدلات التضخم في اليابان التي تقترب من أعلى مستوياتها في 4 سنوات تقريبا، وهو ما جعل الأسواق أو جعل الاقتصاد الياباني أو صناع السياسة في اليابان يطمئنون إلى حد ما أن الاقتصاد يخرج قليلا من الانكماش. نعم. يعني إذا رأينا في الاقتصادات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة أو في بريطانيا مثلا مستويات التضخم تقترب من أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة من 4 عقود وفي المملكة المتحدة في 10 سنوات تقريبا، ولكن في اليابان كانت تعاني من انخفاض أو ابتعاد معدلات التضخم عن المستهدفات من البنك المركزي الياباني، وحاليا هي تستقر عند 8%، وهي أعلى مستوياتها من فبراير عام 2018 أي ما يقرب تقريبا من 4 سنوات. نعم محمد، نتحدث قليلا عن الليرة التركية التي شهدت ارتفاعات بعد القرارات الحكومية التركية التي أثرت بشكل إيجابي نوعا ما على أداء الليرة التركية، لكن مع بداية تعاملات هذا الأسبوع لاحظنا انتكاسة جديدة للليرة التركية، ما هي الأسباب؟ الحكومة التركية والبنك المركزي التركي إذا لم يتحرك بشكل جدي أو باتخاذ إجراءات جذرية وحقيقية في على أرض الواقع
قد نشهد مزيد من الخسائر. يعني الأسبوع الماضي حققت الليرة التركية مكاسب بأكثر من 50%، ولكن مع بداية هذا الأسبوع قلصت هذه المكاسب وارتفع الدولار الأمريكي بحوالي بنسبة تقترب من 10% مع بداية هذا الأسبوع. أيضا بالرغم من أن الحكومة التركية من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الأسبوع الماضي أنها ستدعم المودعين بالعملة المحلية وتدخلات البنك المركزي المباشرة في أسواق العملات، إلا أن الأتراك لم يتخلوا عن شراء العملات الأجنبية. الليرة التركية حاليا هي تعتبر من أسوأ العملات في الاقتصادات الناشئة في عام 2021. حتى الآن هي فقدت حوالي 35% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ومن المرجح خلال العام القادم أن نشهد أو مع بداية تداولات الأسبوع القادم بداية عام 2022 أن تشهد الليرة التركية تقليص للمكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، خاصة أن التضخم مستمر في الارتفاع ويقترب من أو حول مستويات 21% خلال شهر نوفمبر الماضي. وأيضا متوقعات بأن تصل معدلات التضخم في عام 2022 إلى 30%، وبرغم ذلك يقوم البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضي. قلص أو خفض البنك المركزي التركي الفائدة بحوالي 500 نقطة أساس إلى 14%، بالرغم من الارتفاعات المستمرة في أرقام التضخم وأيضا ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون، والأمر الذي قد يؤثر قليلا أو بشكل واضح على الصناعات في تركيا. نعم، المحلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا. We'll be right back.